هل يجوز لنا استعمال ما في الميتة من صوف أو شعر أو ريش أو وبر؟ نعم، الشيء الذي في حكم المنفصل كالأظافر والقرون والشعر والريش من الطائر لا بأس به، لأن هذا في حكم المنفصل، هذا لا تحله الحياة، يقولون لا تحله الحياة ولا يوصف بأنه ميت، فيجوز الانتفاع به. والجلد أيضا إذا كان من حيوان مأكول ميتة، مثل الإبل، البقر، الغنم ماتت، يجوز أخذ جلودها ودبغها والانتفاع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة لميمونة يجرونها ميتة، قال هل أخذتم إهابها انتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال يطهره الماء والقرض، يعني الدباغة. نعم.